عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ هانيين؟ كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ غلبكم غلبتوه. ايوا اليوم 19 يوم البنات في رمضان، هاو قرب يسالي. البنات غادا نشري فران، طحت اون بان من فران هادي سيمانه وما بغاش يتصايب ليا وخلاني اون بان في هذا رمضان. شهيوات شحال من شهيوه بغيت ندير ما قديتش ندير، شحال من شهيوه بغيت نبارطاجيها معكم ما قديتش. حتى بالنسبه ليكول ديالي ديال لاباتيسخي شحال من كاطو خصني نديرو ما درتوش، باسكو عندي فران ديال لو تيرك وكنطيب فيه غير الخبز. ايوا صافي وما كيطيبش ليا الكاطو زوين. دابا انا غادا نشري فران وغنديكم معايا، غادي نشوفوا واحد شويه لي ماغازان اشنو فيهم. البنات انا وصلت للمغازا، راني قاعده كنشوف لي فوخ تاع الاثمنه و... تبارك الله صلاه النبي كاين ما يدار شي غزال. انا المهم خاصني فوخ، ان فوخ يكون زوين للطياب لي غاتو سيرتو، باسكو لي غاتو مشكله اللي بغيتي طيبيهم كي خاص تكون لا كويسون طوب زوينه. عندي واحد الفران انا تيغ كنطيب فيه غير الخبز، الحلوى ولا درت فيه الكروس هذاك النهار خطف ليا الطياب، كيخطفوا الطياب مجهدين ما كتقدريش توازني معاهم في الطياب. مي لي فور كوم سا اونكاستري مولفاهم يعني كيطيبوا طوب. ديالي كانت داليا 8 سنين البنات، كنت شاريه ان بون مارك وداليا 8 سنين تبارك الله صلاة النبي. صافي عيا واخا باقي زوين ونقي عيا. قالي اسماء خصك تبدليني. كاينين، انا كنوريكم ان تي بو لي موديل اللي كاينين. كاينين لي موديل، كاينين الاثمنه. البارح ما كانش عندنا الخدمه، كنت درت كوميم لقيت ثلاثه لي ماغازان حالين مشيت شفتهم، ولكن ما لقيتش داكشي اللي عجبني من هنا. هاد المغازا هادي هي المغازا اللي كنشري فيها الاتات ديالي وكنشري لي ليكتروميناجي وكلشي، كنلقى فيها كلشي. هانتوما البنات انا فيما غنشوف شي فران غنوريه ليكم. انا كتعجبني واحد لا مارك، هذيك لا مارك اللي خصني نلقى. هذا دايرينو بروموسيون البنات 600 اورو حاطينو 449 او 599. هذا حتى هو حاطينو بروموسيون. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله صلاة النبي كاين بخير موجود. هذا اللي اون بروموسيون يملا بروبوزي ما يدخلش ليا في البلاصه اللي انا عندي في الكوزينه. كيدير ب 399 وليد 599. بون بالعربيه بالدرهم الوغ 500 دونك 120 الف ريال كيدير، وحاطينه ب 80 الف ريال. فوالا Non, là c'est un grand modèle. Là, bon. Vous allez perdre à peu près 10 litres sur le Whirlpool. À peu près, pour le coup, parce que là on était sur du 65. Le vôtre c'était du 73. Bon, on va perdre 10 litres. كاين لو شوا البنات، كاين لو شوا تبارك الله صلاة النبي. وكاينين كاع الاثمنه يعني بحال هذا مثلا كيدير من 480 الف ريال حاطينو ب 60 الف ريال ناقصين منو 20 الف ريال. لقيت الفران ديالي يا البنات، ها هو صافي. ها هي لا مارك تاعي اللي كناخد، ما بغيتش نبدلها خفت نبدلها. ولقيتو رخيص من 349 اورو حاطينو ب 279، يعني من 70 الف ريال حاطينو ب 56 الف ريال. صافا والله شوي كونتونت. بون شويه صغير من الداخل على ديالي، ناقص ب 10 لتر من على حسب بارابور ديالي اللي قديم اللي كان عندي، ولكن ماشي مشكل. المهم هذا غيدخل ليا في البلاصه ديالو. وبقيت في الميم مارك اللي كناخد. انا البنات هانتوما حتى نصايبو ان شاء الله ونوريه ليكم.
نطيب فيه شي غاطو شي شهيوه نشاركها معكم وغادي نوريه لكم ان شاء الله. صافي الفران تركب في بلاصتو، راني فرحانه غادي نبدا نطيب في الفران حيت جلست سيمانه بلا فران كما قلت لكم. وحق الله العظيم لما نقصتني شي حاجه كبيره في الكوزينه ما تقدروش تصوروا قداش مابقيتش كاع كنطيب الحوايج اللي كيدخلوا للفران. ها نتوما البنات هادشي اللي كاين، ها نتوما انا شاركت معكم الفران ديالي جديد هلا مازال ما طيبتش فيه، المهم جربناه راه خدام لاباس عليه. ايوا دابا عاد غادي نبدا الشهيوات ديالي اللي ما كنتش كنطيب ايوا هادشي اللي كاين البنات. وجاب الله المغازل اللي انا كناخذ من عندها ديما الحوايج اللي خاصيني في الدار حطوهم تخفيضات. ايوا هادشي اللي كاين البنات وراني صورت معكم في المغازا هادشي البارح واليوم ركب، هو ركب البارح واليوم عاد غادي نجربو ان شاء الله في الطياب. وكنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده ان شاء الله يا ربي. وكنقول لكم السلام عليكم وغادي نشارك معكم اول تطييبه في الفران ان شاء الله. انا مازال ما عرفت شنو غندير، وكان عندي بزاف الحوايج ما ندير عندي بزاف الحوايج ما نطيب
ما عرفتش باش غادي نبدا، ولكن غادي ندير شي حاجه فيه ان شاء الله، وغادي نجربه وغادي نشاركها معكم. يلا كنقول لكم بالصحه، فطوركم، والسلام عليكم. سلامه.